بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين بين الشقيقين ومتمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور